دلع السلامة يا ميدو، كنت غطسان فين يا ريشة؟ بيقول اللي انت اتهبلت في دماغك وبتكلم المرحومة وبترد على روحك. حصلش، مفيش الكلام ده. يعني قلت انا يا كبير ان هو خلص الكلام. انتوا الاتنين ما تسوش عندي تعريف مسخن من ست الا سيدي. بص يا رجالة، ده لو فيكم رجالة كلكم نوتي. الله يرحمك يا عزة، كان ضفرها بعشرة زيكم. عشان كده أنا مش عارف أكمل. يعني إيه يا كبير؟ أنا جمعتكم النهاردة عشان أقول لكم اللي إحنا بطلنا شغل في الصنف. بطلنا اللي يعورنا. حاكمين الشغلانة دي بتعور في الدنيا وفي الآخرة. أنا بعد اللي جرى لعزة الله يرحمها قررت إن أنا أتوب. توبة نصوحة. إحنا هنكمل شغلنا عادي. في قطع الغيار وفي العربيات وفي الإكسسوار. وكله بالحلال. أما الحشيش والتيمو حد الله. استبينا؟ مالك يا ولا منك ليه؟ خرجتوا ليه؟ مولودين من بطن أمكوا تجار مخدرات. سريحة! لا مؤاخذة بس يا أبو أشرف، يا مين الشفايف اللي كانت بتتكلم دي والبفة اللي معاه؟ دي الحكومة اللي أنا جايبها عشان تحبسنا. بالفقاقة كده يطلعوا مين يا ميدو؟ معرفش، بس وجوه جديدة يعني مش قاطعين عليها. إحنا هنقضيها تعارف يا ميدو. في إيه يا ميدو؟ ناس شغالة معانا وكل واحد كان ليه اختصاصه، وقلت خلاص الشغلانة خلصت. ده آخر كلامي، حد ليه كلام تاني أحب أسمعه. أنا عن نفسي الكلام معاه خلصان، وبتمنى اللحظة دي من زمان. وعزة الله يرحمها نفسها قوي في اليوم ده. الله يرحمها. وانا اكراما لروحها اديكوا الورق والاصلاط اللي انا كنت كاتبها عليكوا. امسك يا ميدو. استنى، محدش ضامن الظروف برضو. امسك انت كمان، مع انك ما تستاهلش. تبلغيني فطام من الحكومه جايه. ما انت جالك المرسال. عيل شمال صحيح. بصراحة الشغل ده قوي ريشة. ده انت ما خبطتش في كتف راجل جدع. بعنا قصتك كده في كلمة الا كلمة. ما تزيدش انت كمان واعمل لنا قفلة. انت كمان؟ انت بتضمني معاه في حوار واحد؟ لا لا، العفو يا كبير. طب الكلام على ايه؟ على الطلاق بالتلاتة. بس طلاق ايه بقى؟ ده البيت اتخرب وطلقت ام العيال. عارف ياض، انا لو على قديمه كنت علقتك وجبت اولك من اخرك. بس اقول ايه، ربنا طبع عليا. الله يرحمك يا عزه، ويبقى مش طوبه لتحت راسك.